يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن فيلم أو مسلسل من نتفليكس اسمه ماني هيست. هذا عبارة عن عملية سطو مسلح عشان يستغلوا أموال بيشتغلوا فيها. طبعا هو 4 سيزن. صراحة السيزن الأول كان كتير شيق وممتع وبحب بشدك. السيزن الثاني أحسن شوي بعدين بدأ يتنازل. القصة وما فيها أنه بكونوا هم زي عصابة مجمعهم واحد بكون ذكي كتير، هو اللي عامل الخطة بحذافيرها A B C، يعني كل عنده خطة A خطة B خطة C، مع بلان كامل لكل الموضوع اللي بحبه. طبعا أول إشي بدخلوا بغزوا على ال طبعا هو الإسباني المسلسل بس مدبلج باللغة الإنجليزية، فممكن تسمعه باللغة الإنجليزية. باللغة الأصلية تبعته إسباني لكنه رائع جدا. بتكلم في في الأول إنهم بغزوا على البنك الإسباني أو بنك النقد، بعدين في الثاني أو مكان صك النقد عفوا. الأول في الجزء الأول بروحوا على بنك صك النقود اللي بيطبعوا فيه النقود، وبصيروا يطبعوا نقود غاد وبطلعوها عن طريق نفق وبهربوا وانتهى الموضوع. طبعا الجزء الثاني بروحوا على اللي هو البنك الرسمي تبع الحكومة. المختصر مش الموضوع هون، الموضوع انه عشان يسرقوا الذهب في الثاني. طبعا الموضوع بيحكوا انه هم عملوا موفمنت في الدولة بحيث انهم لبسوا لبس اللي هو زي المهرج هذا، ويمكن مر علينا فيلم الجوكر وحكينا عنه سابقا. القصة فما فيها انه بكون هدول الموفمنت اللي عاملينها موفمنت، بتصير الناس تشجعهم، بالناس بالعكس بتصير تقول انهم انا معكو، انا بدنا نساعدكو، انتو معكو حق. هم بصيروا يقولوا لا، الناس لهم حق من هاي الاموال، هاي الاموال احنا ما سرقناها، احنا سكناها صك، يعني احنا طبعناها زي ما الحكومة بتطبع مصاري. الحكومة سرقت؟ لا، فالحكومة بتطبع مصاري امتى ما بدها صح؟ وهم هون بقول لك احنا طبعنا مصاري، احنا ما سرقنا لا الحكومة ولا سرقنا الشعب. فلما حكوا هذا الشيء وطبعا وزعوا جزء من هذه المصاري فتحوها ببالونات على الناس، والمهم الناس صارت تساندهم وصارت معهم. عفوا، المهم الناس صارت تساندهم وتمشي معهم. انا بدي اورجيكم كيف بكون اللبس تبعهم. هاي هون اللبس تبعهم زي ما انتم شايفينه، لابسين احمر هم، وطبعا حاطين ماسكس لما بيطلعوا اللي هو هذا الماسك اللي لابسينه. هم زي ما حكيت المبدا تبعهم ان هم لم يسرقوا المبالغ من الصك مكان الصك، بل هم اللي عملوه انهم طبعوا مبالغ واخذوها معهم، وهذا بيحكوا انه حقهم القانوني. طبعا هو مش حق قانوني، لكن هاي قصة هذا المسلسل. حلو تتابعوه، عجبني زي ما حكيت لكم في الحلقة في السيزن الاول والثاني. بعد هيك شوية صار بطيء، لكن بشكل عام زي ما انتم شايفين في 4 سيزن، رائع جدا، حلو، ممكن تحضروه. سلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.